السلام عليكم، نشكركم على التغطية الحية اللي راكو ديروها من المستشفى، خاصة خاطش هذا الأمر يلعب دور كبير على حياة هذا الشخص وعلى حياة كاع الأنصار في الجزائر. رانا تحت صدمة اليوم بعد الحادث المؤسف والآلم جدا تاع صرا هذا المناصر، حادث خطير، أكسيدون كراف صرا في الملعب تاعنا. يعني إن شاء الله حنا كطونكو سيبورتور لازم نتحملوا المسؤولية، وطونكو مام لي ديريجون تاع المولودية ولا حتى لاعبين ولا الناس اللي عندهم تتحلى بالروح المسؤولية والروح الرجولة، خاصة هذا الشخص ما لازم نسمحوا فيه ولا نتهاونوا معاه. ولا يا خويا واش نقول لك، لازم نعاونوه سواء من بعيد ولا من قارب. جميع الشخص عنده كما يقول لك روح الإنسانية، وخاصة خاصة الناس اللي تروح للملاعب. أخوتي هذا المناصر اليوم مريض، أنا راني تحت صدمة يا أخوتي، والله ما صبتش واش نهضر، ما على باليش واش نهضر، راني نهضر متأثر خاطش اليوم فقد هاد بالك راح يفقد البصر تاعو، بالك ما على باليش، حنا دوك رانا نستناو في الأطباء واش يقولوا. لحد الآن راهم يقولوا فقد العين اليمنى تاعو، إن شاء الله ما يفقدش العين الثانية، وخاصة دا جروح بالغة في الوجه تاعو. أخو واش نقول لكم يا أخو، لازم نتحملوا المسؤولية حنا كمناصرين وكحتى الإدارة تاني يا أخو، تكون حنينة شوية وتاخذ قرار صائب وقرار رجولي. هكذا باش واش نقول لك خويا، والله ما اخو واش نقول لك، انا ما على باليش، انا دوك دوله هذوما اللي في الباب هذوما، ما من المناصر ثاني كلي تيرا واش الضمير ديالو برك، هذا ما كان قاس الولد راحت عينه ولا ما على باليش، واش يا خو ربي يجيب له شفاء ان شاء الله. انا الدوله هذوما لي زاجون تيكي 50000، انا ما فهمتش علاش تيدير تيكي 50000 في قالك لاسيرونس وكداو نديرو لي زاجون وكداو منا ونقضيو على العنف وكداو منا، هم دوكا وسي تيرا بسينيال بهم بالدوله هذوما بلي زاجون مولوديه ثاني، مام لي جوار هذوما ولي المسيرين وكاع كيما راهم، واحد ما جاب خبر وغيرها، ولي سيبورتور برك جاو شافوه كدا يشوفوا يطلعوا، واحد ما جاب طب ما حكى عليه، واحد ما على بالو بعد، وكل واحد هنا راه هو ما راحو لوطيل ولا الولد راه هنايا ما على باليش انا كيفاش دوكا، ولا يريكيبيريو العين ولا راحت هكذا، ونقولوا لهذوما لا ميتيرو سينيال كاع كيما راهم، ماشي غير مولوديه كاع كيما راهم يا خو، ايفيتيو خاطرهم يقتلوا في الناس يا خو. الماتش اللي فات سياسي، هذا الماتش اللي جات فينا حنايا، هذا واش نقدر نقول انا. تيرا سي بو تاع مولوديه معانا، تيرا ما باش كيفاش بيريمي ولا ما يعشي تيري ولا ما نحالوش البوشو، تيرا عاود ولا دار تقاس خويا. شوف هذا خويا هذا صغير هذا شغل كي كنت تلعب مولوديه ولا يقول لي غانم نجي معاك، دوك تشوفو في الفراش مرمي وتشوف راح عينو راحت، رساله انا ماما وصلت ولا شغل ا سو بوان قلبهم مات، حسبي الله ونعم الوكيل، حنا نرفدو كاين ربي ما نستناوهمش. بصح كي كنت تهضر في التلفزيو انصر ارواح وارواح، هاو جا وهاو راحت عينو راح وجهو، كيما قلت انت راح يتزوج و ما على باليش، ما على بالي اخويا العزله، ما على بالي وانا رايحه جوسكا كون هكذا يا اخو، بزاف رجعونا دي كون جوسكا اليوم هكذا. انا هادي هي لوكازيون، انا خلاص مولودي نعزها نحبها من صغري ندي بلاصتي، الحمد لله ما سطرنا ربي دار لنا الخير دار لنا كلش، بصح هادي هي لوكازيون مولودي نشوفها في التلفزيون يا خلي يقولوا واش يحبوا، ما نقدرش انا دوك نطلع للسطر نسيبورتي ومازالت ليموج في وجهي تاع السيد تاع حومتي وتاع خويا الصغير مازال في عيني، سما كيف نسيبورتي نضحك اللعب والاخر راحت له عينه اللي مات سي غراف، ما نقدرش نطلع دوكا نشوف مولوديه امبوسيبل، نشوفها في التلفزيون انا مولوديه تاع التلفزيون، راه وليكم سطاد واللي عنده القلب صح خلاص سطاد خاوتي، ما كان لا مولوديه لا الياسما لا السي ار بي لا الحراش، دخلت فيها سطاد فتنه المشاكل هاك تشوف الفتنه سيرتو الفتنه لا يدور في سطاد، واذا حبوا يرجعونا عنصريين حنا ما نتعنصروش، حنا وين نروحوا يعرفونا، ما طعش بيركور ما طعش الحراش ما طعش الطيف كاع عندي ملاح كاع ملاح معانا، حبوا يدخلوك العنصريه لو ديريجو من عندك، ودوك راك تشوف هذا قالنا نطلع الفانتيان نفيتي كاع المشاكل، هاو طلع الفانتيان هاو شو صرالو، ما خلاو بالك ما قدرتوش نتوما ما تكاميريو، كان كاميرا ام الناس على كل حال 48 ولايه مع كاين الانترنت وكذا نسمعوا كاع واش كاين وشافوا واش كاين، مازال يبكون يماتنا ما بون 10 ما يا خو الله ما على بالي يا خو. السلام عليكم.
حنا دوك هذا خونا وجابنا لنا الحضور هذا جينا ما حبة ديالو هو لك هو واحد طفرت فيه هذا الوليد هذا خونا العزيز عينه راحت ان شاء الله حنا طلبوا له الشفاء العاجل جمال لا يسمع فينا لا يشوف فينا كبير ولا صغير حنا ما جابناش مولوديه بلا مولوديه هذا خونا ومولوديه حاجه زياده دوك هذا الانسان واش ذنبه طلع للصالح بمولوديه بو هذا ولد حي باب الواد تسمى هو مولوديه ساكنه فيه طلع ماشي تقول له انت علاش طلعت ولا ما طلعش هو طلع حب الفريق راه فانا واش نقول لك نقول لك حاجه الاولى ربي يجيب له شفاء واني جيت دوك السبيطار كما نقول لك الله عز وجل عطى له فرصه الحمد لله راه حي باش يعاود يولي الله عز وجل هكذا باش ما يزيدش يطلع للسطاد كاع ماشي غير عليه على نامبورت كاع عيتين خاش دوك السطاد راه يكذب عليك راه السطاد دوك ما تستناش لادفيرس استنى اللي معك في السطاد انا شو كنت نطلع للسطاد باش تستنى لادفيرس انت حنا نروحوا كاش ماتش نستناو لادفيرس دوك اللي معك في السطاد تستناه تسمى ما كان لازم تستنى لادفيرس تسمى السطاد راه خلاص انا ما زلتش طلعت الشامبيون هادي كاع ما طلعتش وان شاء الله مولودي هادو ما يعاونوه ولا قدروا باش يعاونوه يعاونوه ولا ما قدروش يعاونوه نعاونوه بالدعاوي ولا الاداره تعاونوا الشعب حنا الشعب نقدروا نعاونوه واحد كيما يقول لك 100 فرق على 100 فرق وحنا عاوناه والباقي من عند الله يا هذا واش نقدر نقول لك يا